رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي النهاردة أطلق رسميا الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وده خلال احتفالية شديدة الأهمية. دي حدوتة هنبقى نكملها بعدين، لكن خليني أرجع بيك على الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية واللي كانت بتعد تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس. طيب، أهدافها ومحاورها بترتبط مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من جهة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية، كذلك رؤية مصر 2030 من جهة أخرى، وطبعا برنامج الإصلاحات الهيكلية اللي بتتبناه الحكومة، إصلاحات هيكلية على امتداد الخط، مش بس إصلاحات هيكلية في الاقتصاد أو السياسات النقدية والمالية وما إلى ذلك، على امتداد خط عمل الحكومة المصرية. أنا آسف، مين بيجيب في سيرتنا دلوقتي؟ أكيد عارف. المهم، ده بيتضمن تحقيق التناغم والتكامل ما بين سياسات وأهداف الدولة في كل المجالات. معانا على التليفون دكتور ياسر جدالله، عميد المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بحضرتك. إزاي الصحة؟ خلينا الأول نشرح يا فندم يعني إيه ملكية فكرية، وإيه أهمية هذه الاستراتيجية الوطنية لينا وللعمل المؤسسي في الحكومة. يعني طبعا بالنسبة للملكية الفكرية يقصد بيها كل ما يخرج من العقل البشري، من أفكار، من اختراعات، من إبداعات. عظيم. وبالتالي ما ينتج عن العقل البشري، طالما أن الإنسان هو الذي يمتلك هذا العقل، يبقى بيمتلك كل ما ينتج عن هذا العقل، وبالتالي بتبقى له حقوق ملكية فكرية عليه، ولابد أن تتهاله الدولة وتديله حماية ليها حتى لا يتعرض للاعتداء، وحتى إذا رغب في استغلال هذه الحقوق وتحويلها إلى سلع وخدمات في الأسواق بموجب التراخيص اللي بيمنحها للآخرين، يقدر أنه يحصل على عائد مادي يعوض ما أنفقه من وقت ومن جهد ومن مال في سبيل التوصل إلى تلك الأسواق. عظيم. هل ده يحتاج إلى أنه الدولة تطلق استراتيجية عامة للملكية الفكرية؟ بالتأكيد، لأن هو ببساطة كلمة الاستراتيجية هي معناها أن الدولة بتضع خطة طويلة المدى، أو مثلا أو خطة خمسية، وبتبقى على مستوى تنسيق بين كافة الوزارات المعنية، وبالتالي بيطلق عليها لفظ الاستراتيجية. عظيم. الملكية الفكرية قاسم مشترك بين جميع وزارات الدولة، يعني قاسم مشترك، لأن الملكية الفكرية عبارة عن إيه؟ الملكية الفكرية ممكن تبقى عبارة عن جهاز الحاسب الآلي اللي كلنا بنستخدمه، الفكرة الجديدة اللي بتطلع لي دواء يعالج الكوفيد 19 اللي كل المصريين بيستخدموه أو كل المرضى بيستخدموه أيا كان، وزارة الصحة، إن صنف نباتي جديد يتم استنباطه، وده بنتكلم عن وزارة الزراعة. عظيم. بنتكلم عن علامات تجارية تميز منتجات، بنتكلم على كل المنتجات اللي موجوده في الاسواق عليها علامات. حضرتك لما تروح تشتري المنتج، بتشتري المنتج، انت بتشتري العلامه التجاريه اللي هي بتبقى عند لدى المستهلك، بتحمل خصائص معينه ومزايا معينه. اذا الملكيه الفكريه قاسم مشترك ما بين كافه الوزارات، وبالتالي فهي تستحق ان يوضع لها استراتيجيه قوميه على مستوى الدوله، حتى يمكن ايجاد نوع من التنسيق بين كافه الوزارات المعنيه بما يخدم المصلحه الكلية للدولة المتمثلة في الاقتصاد المصري. عظيم جدا. ده ازاي برضو اقدر احسب او اقول مدى اهميته لوضعية مصر امام العالم؟ امام العالم ده سؤال مهم جدا، لان حضرتك قدام العالم، احنا دلوقتي عندنا مشكلة. كل الدولة، كل المجهود اللي بتبذله الدولة، الهدف الاساسي بتاعه ايه؟ تحقيق التنمية المستدامة. طبعا. يعني ايه تحقيق التنمية المستدامة؟ يعني زيادة الإنتاج ودفع عجلة النمو الاقتصادي داخل الدولة. طب ده هيتم إزاي؟ إن أنت حضرتك بتعمل تشريعات وبتعمل بنية تحتية وبتعمل طرق وبتعمل كباري علشان تجذب المستثمر الأجنبي. أحد المشاكل اللي بتقابل المستثمر الأجنبي بيقول لك أنا خايف أجي عندك تسرق المكون الفكري بتاعي، تسرق المعرفة بتاعتي. فلما أنت النهارده حضرتك تبلغ رسالة للعالم
وان انت بتعمل استراتيجيه وطنيه للملكيه الفكريه بتكليف من رئيس الجمهوريه، وكمان بتقول ان انت بتطلق انشاء جهاز قومي للملكيه الفكريه، يعني انت بتوجه رساله للعالم ان يا مستثمر اجنبي تعالى ما تقلقش، احنا عندنا اهتمام على مستوى اعلى مستوى في الدوله بحمايه حقوق الملكيه الفكريه اللي هيضمن لك انك تقدر تسجل حقوق الملكيه الفكريه عندنا، وبالتالي تتحمي لو تعرضت للانتهاكات. وده عنصر مهم جدا انه بيطمئن المستثمر الاجنبي ان هو يستثمر بنفسه عندك في الدوله. طبعا تصبح الحقوق محمية بحكم القانون. بشكرك جدا دكتور ياسر جدالله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان.